إن شاء الله. هذا فصل جدا مهم جدا مهم، الكل مهندس الكل ملاحظ ينفذ خزان او يشرف على تنفيذ خزان، سواء فحص هندسي او ميكانيك. ان شاء الله. هسه احنا شنو قلنا؟ قلنا انه القاعده هي من مسؤوليات البرتشيزر، يعني المفروض البرتشيزر يقول لك هاي القاعده، تعال تعال اشتغل الخزان عليك. المانيفاكتشر مسؤوليه الخزان الجزء الميكانيكي مالته. بعض الاحيان مثل اكو بعض الشركات اختصاصها انه تنفذ اعمال مدنيه واعمال ميكانيكيه، مثل سكوب تنفذ الشغلتين، فيطول العمل المدني والعمل الميكانيكي. فانت كمانيفاكتشر جاي تنفذ عمل ميكانيكي، تستلمه من مجموعه الهندسه المدنيه، تشيك شغلتين، تشيك الليفل، تشيك هنا حسب ما قايل لك الاي بي اي، وتشيك المحيط مالت الخزان، انه الخزان يعني الشكل المحيط مالته مضبوط. وبعد اكو بعض التشيكات احنا ناخذها، مثلا الزوايا، يعني هاي هم ناخذها بنظر الاعتبار، الاورينتيشن احنا نسميه. بعد يقول لك اذا اكو عيب انت كمانيفاكتشر، فشنو لازم تكتب للمشتري، تقول له يا اكو عيب انه تم اكتشافه راح ياثر على جوده العمل النهائي. طبعا هاي صارت ويانا بالتسع خزانات، الاعمال المدنيه تستلمت لقيت اكو مشكله بالليفل تولرنس، قلنا هاي الليفل تولرنس بيها سماحيات راح نجي لها ان شاء الله. فكتبت سكوب الميل للمصافي، قالت لهم يا ترى انتم عندكم مشكله. الفقرة 7.1.3 شو تقول؟ يقول لك انه ما يصير تصبغ بس المواد المدروجة بمواصفات الخزان، يعني الجدار، القاعدة، منظومة التبريد، منظومة الرغوة، يعني كل تفاصيل الخزان. اكو مواد غريبة يقول لك ما يصير انت تصبغها. وين قايل لك؟ وهنا انا شنو قايل لك؟ يجب شنو؟ انه ما تصبغ ياهي المواد الغريبة الموجودة بين السطوح، تكون ملامسة للخزان، سطوح الملامسة للخزان، ما عدا قال لك ما عدا المسموح به بالفقرة 7.2.1.10. 7.2.1.10 شو تقول؟ تقول احنا كفر شيء محتاج دائما نزيل الصبغ يلا نلحم، صح لو لا؟ هذا شيء عندنا معروف. نعم. بالفقرة 7.2.1.10 ذاكر فرد معلومة شوية غريبة يعني ومو شائعة، انه بعض الطلاء ما يأثر، ما يسوي عيوب على اللحام. فهذا الطلاء اللي ما يأثر على اللحام يقول لك بالامكان تجي تلحم فوقها، بس بشرط انه سوي لك عينة مثل عينات اختبار اللحامين، وسوي لها فحوصات، اذا نجحت الفحوصات وشفنا النتائج ناجحه ما مؤثر على اللحام، فتقدر تلحم على هذا الصبغ. اوكي 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 اعتقد واضحه. هسه نروح للفقره 7.1. هي مواد غريبه استاذ احمد. ها شنو هي المواد الغريبة اللي ماشي اصبغها؟ اي مادة ما موجودة بالمخطط مواصفات الخزان. هاي ربابة، هاي طبعا شيل الصبغ والحم وافضها. بعد بكيفك انت صار. هو جاي يعطيك قاعدة تأهيل ودوخة. سعد هو جاي يعطيك قاعدة أساسية وأنت بكيفك بعد. وهسه احنا لحد الآن ما عرفنا شنو هي المواد الغريبة. ساد المواد الغريبة هي أي مادة ما مدرجة ضمن مخططات مال الخزان. بس الساد يقول يعني يكون هاي المادة ما تأثر على اللحام بينه وبين تكون بين الصبغ، يعني ما أعتقد أكو يتفاد مادة، فشي لازم هاي سموكها كلش قليل. لا صار على صار علي صار عندك خلط، أنت بس اسمعني. الفقرة 7.1.3 ما فهمت. راح أعيدها ساد، راح أعيدها. الفقرة 7.1.3 لا تعال أنت مال 7.2.1.10 هاي واضحه، هاي بس هي تشير ل 7.2، يقول ما عدا 7.2.1.10. شوف استاذ هو ايش قايل لك هسه ب 7.1.3؟ قايل لك الطلاء او المواد الغريبه. المشكله ما راكب مثال حتى نحن
ساد بس ساد علي بس فد لحظة. أوكي. يقول الطلاء أو المواد الغريبة ما يجوز لك، يجب أنه ما تستخدمها بين أتمين، بين الأسطح الملامسة للخزان ما عدا الفقرة 7.2.1.10. يعني الطلاء وأي مواد غريبة. هسه الطلاء شنو؟ أي طلاء يأثر على اللحام، والمواد الغريبة هي أي مادة ما موجودة ضمن مواصفات الخزان. أوكي ساد؟ أوكي ساد. هذين الاثنين. شنو اللي شايلة من هذا القاعدة؟ شايلة قايل لك بعض الطلاءات طبعا هاي بيها حتى أبحاث سال علي. بعض الطلاءات بيها دراسات حتى ماجستير ودكتوراه، هي هاي الشغلة. بعض الطلاءات حتى مع وجودها يعني هي موجودة وتجي تلحم فوقها ما تأثر على اللحام، قايل لك بس هنا نستثنيها. بس هاي مو كل طلاء، يعني انت هسه مثلا جيت الخزان لقيته مصبوغ بمادة معينة، تريد تعرف انه هذا مؤثر لو ما مؤثر، فسوي لك عينة خارجية مصبوغة من نفس الصبغ وتروح تلحمها وتروح تسوي فحوصات عليها وتشوف تشيك لحامك بي مشكلة لو ما بي مشكلة. إذا ما بي مشكلة معناها تقدر تلحم فوق هذا اللحام. طبعا شنو يعني تسوي له بي كيو آر يعني. اي بس هو ما ذاكر انواع اصبحت احنا نعرفها، لان انا ما اعرف هذا اي صبغ هسه اشوفه اقول هذا ما يصير. استاذ ما اعرف لماذا تقول ما يصير ولا تقول يصير، سوي عيني وهي النتائج الاختبار هي 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 اللي تقرر، مو بالنظر يعني. نتائج الاختبار. اوكي استاذ قلت لك اياها فد معلومه يعني مو مطروقه. فد معلومه مو مطروقه. شوي صعبه. صعبة للتنفيذ. أوكي. أوكي صح. هسه الفقرة 7.1.4. يقول هنا 7.1.4 يقول لي يجب أن يكون الطلاء أو أي حماية ثانية other protection للأعمال أي أعمال إنشائية داخل وخارج الخزان على النحو المحدد في العقد، ويجب أن يتم التطبيق من قبل عمال مختصة. هنا أنا يقول لك يعني أنه الطلاء أو أي هي الطلاء شنو يعني حماية أو أي حماية ثانية تستخدمها. مثلا إحنا قلنا أخذنا حمايات أنواع، قلنا أكل لاينر، أكل لايننج، مو أكل كوتينج، اي حمايه تستخدمها، اكو الحمايه الكاثوديه اللي راح تستخدمها بال يعني بالعمل الانشائي مال الخزان سواء كان داخل او خارج الخزان، شنو لازم يكون هذا تحدده بالعقد. يعني حتى الصبغ هنا معناها شنو يقول لك الصبغ او اي ماده تستخدمها بالحمايه شنو لازم تنذكر وين، قال لك يجب ان تذكرها بالعقد. وبعد الناس اللي راح تشتغل هذا لازم ناس اصحاب اختصاص. اوكي هاي يعني فشي واضح عندنا واحنا نشتغل عليه. فانت تخلي ببالك انه الكوتينج ينذكر بالعقد، ما يعني ما ينترك هيجي. الفقره 7.1.5 طبعا من الفقرات المهمه ايضا، يقول يجب ازاله جميع الملحقات المؤقته. شنو الملحقات المؤقتة؟ كل أي شيء راح نزيله قبل الفحص المائي يسمونه temporary attachment، يعني الصنبة، السكويرة، تكرمون الجحش، الدراب، أي شيء راح تخليه، الجنطة، أي شيء تزيله قبل الفحص المائي يسمونه ملحقات مؤقتة، وأي شيء يبقى بعد الفحص المائي يسمونها ملحقات دائمية. أوكي يا إخوان، هاي تعريفها باختصار. فأنا شي يقول لك يجب إزالة جميع الملحقات المؤقتة والملحومة بالجدار بالجزء الخارجي من الجدار بعد، وأي نتوءات ملحوظة، يعني هاي اللي البروزات اللي تبقى من اللحام من التكينات هاي ايضا لازم تشيلها. يقول لك يجب ان يكون معدن اللحام ناعما
ويعمل مع البليت. وفي حالة تمزق الصفيحة، انت مثلا لاحم صنبة سكويرة ورد تشيلها وصارك وتمزق عندك وين؟ بالبليت من غير قصد، يقول هاي المنطقة المضررة لازم تصلحها. شو تسوي لها؟ شلون تصليحها؟ عن طريق اللحام، تلحمها وترجع تنعمها، اوكي، وتحولها الى سطح ناعم. شوف هنا يقول لك شغل يجب ان نصلحها باي ويلدنج عن طريق اللحام. بعد تسوي لها جريندنج. جريندنج يعني شنو؟ يعني تشرخها شرخ وتحول السطح مالتها الى سطح ناعم، سموث كونديشن، اوكي. واضحة؟ واضحة واضحة. نروح للفقرة اللي بعدها 716. يقول يجب إزالة جميع الملحقات المؤقتة الملحومة في داخل الخزان. قلنا شنو الملحقات المؤقتة؟ هو أي شيء راح نشيله قبل الفحص المائي. إذا عندك داخل الخزان يقول لك لازم تشيلها، بما في ذلك الجدار والسقف وقاعدة الخزان وعمدة السقف وغيرها من الهياكل الداخلية. أي شيء من الملحقات المؤقتة سواء كانت بالجدار أو السقف أو القاعدة أو بالكولومات مالت السقف يقول لك هاي لازم تشيلها. وأي نتوء موجود أيضا شنو؟ تشيله، بحيث يبقى السطح أملس ثقيل. يعني هاي تكرار للفقرة اللي قبلها. وفي حالة حدوث تمزق أيضا شو تسوي؟ يقول لك ايضا تشيله، نفس الكلام بالضبط، تشيله يقول لك عن طريق اللحام. النوبه شنو تسوي له؟ تنعمه، تسوي له شرخ جراندنج وتحوله الى سطح املس. يجب اكمال هذا العمل يقول لك قبل تطبيق البطانات الداخليه. بعض الخزانات مثل ما اخذنا احنا سابقا يسوي لها لايننج، هاي انترنال لايننج. يقول لك انت هاي لان هاي النتوءات او الملحقات المؤقته راح تاثر على التبطين الداخلي، فانت شيلها قبل التبطين، اوكي. بعض الخزانات يسوونها يسمونها ريزنج او فيكسد روف، السقف الثابت يسوونه بالبدايه، يعني مو بشكل ناس احنا جاي نشتغل بطريقه انه السقف الثابت نخليه اخر شيء، لا، اكو بعضهم يسوي داخل الخزان بالضبط داخله، ويرفع ويصل الضغط ويخلي السقف يرتفع. هاي كتبوها على اليوتيوب وراح تشوفون هاي الطريقه، كتبوا اير ريزنج او فوكسد روف، راح تشوفون هاي الطريقه شلون، بحيث السقف الثابت يتم انشائه من البدايه وبعدين يرفعونه بضغط بحيث يصعد. انا شايفه على اليوتيوب، واكو مصريين يشتغلونه. فيقول لك هاي النتوءات او التكنات او الصنب او السكر ما راح تخلي السقف يرتفع، فانت ايضا لازم تشيلها. واذا تضررت عندك الجدار شو تسوي لها؟ تلحمها وترجع وتسوي المنطقه سموث بواسطه حجر الشرخ. بعد اذا عندك طوافه داخليه، خزان طوافه، ايضا لازم ما تخلي ولا تكن. هاي كلها تسويها قبل الفحص المائي، قبل التبطين، قبل لا ترفع السقف، قبل لا تسوي فحص مائي للطوافة، أوكي؟ أو الطفل أو شنو؟ الأول تعويم للسقف العام، أول مرة تريد تمليه مائي مثلاً أو مادة، فلازم أن تنتبه ماكو تكينات ولا أكو إيش. بعد إيش قايل لك؟ وأي ظرف آخر قد تتسبب فيه النتوءات بالضرار. ذكر لك عدة حالات وقال لك هاي قاعدة عامة إنه تخليها ببالك إنه هذا اللي يشيل النتوءات. اللي هنا أكو سؤال؟ ماكو سؤال. توفيق إن شاء الله، معناها مسيطرين. نروح للفقرة اللي بعدها 7.2 اللي هي detail of welding.
اللي راح يصير هنا الكلام على اليمين على اللحام. شوفوا هنا انا دزيت لكم صور على الجروب مال في التليجرام وقلت لكم يا ريت تشوفون هاي العمليات مال اللحام على اليوتيوب. هنا ذاكر لك عمليات اللحام المختلفة اللي عندنا، اللي هي اللحام بالأكسجين، اللحام بالسبميرجد، بالالكتروسلاج، اللحام اليدوي شيلدد ميتل ارك ويلدينج، مطيك انواع واشكال. انتم ما راح تقدرون تصورونها، انا دزيت لكم صورهم طبعا صور، بس هاي كل وحده من ذني كتبوهن على اليوتيوب وراح تشوفونها. انا عن نفسي يعني مطلع عليهن، شفتن على اليوتيوب. تقدر تكتب هاي مثلا، هاي احنا كل احنا نشتغل بيها شيلدد ميتل ارك ويلدينج، دزيت لكم صورها. كل هاي يسمونها بروسس، كل بروسس من ذني دزيت لكم لها تقريبا صورتين. الغاز ميتل ارك ويلدينج دزيت لكم لها صورتين، الغاز تنجستون ارك ويلدينج دزيت لكم صورتين، الاوكسي فيول ويلدينج هي يعني هذا الغاز الاكسجين مرات يستخدمونه للقطع وللحام. هسه هنا الكلام عن اللحام. الفليكس كوردد ارك سبميرجد، لحام القوس المغمور، الالكتروسلاج اللي يسمونه الخبث، الترجمه مالته الخبث الكهربائي. اوكي هذين كلهن شوفون على اليوتيوب، ودزيت لكم صورهن انا بال على الجروب مال التليجرام. ضروري تشوفونهن على الاقل يصير عندك اطلاع. شنو الكلام يعني هن اشاعات استاذ احمد، هن اشاعات يمكن بس اربعه يعني جاي نستخدمهن. اي استاذ، هو هسه هنا هو ليش ذكرهن لك؟ راح يصير الكلام عنهن، فانت لازم تميز على الاقل يعني هيك. انت هسه احنا نشتغل بهن هاي الشيلدد ميتل ارك ويلدينج، الميج والتيك والستيك والسمو بالضبط. احنا جايين نشتغل بهاي استاذ احمد، جايين نشتغل بهذا هذا اكثر شيء الاسمو. اي السبميرجد ارك ويلدينج جايين نشتغل به اكثر شيء، وجاي نشتغل بال هذا الشيلدد ميتل ارك ويلدينج والسبميرجد ارك ويلدينج. هذن شائعات عندنا. هاي الماكينة مال الهوريزونتال هي يسمونها سبميرجد، البروسيس مالتها سبميرجد يعني لحام القوس المغمور، مغمور بيه بمادة الفليكس. صحيح. الصور موجودة عندكم بالجروب. على العموم نجي نكمل هنا. يقول يجب لحام الخزانات وملحقاتها، اي ملحقات داخله بتركيب الخزان، بهاي البروسس كلهن نقدر نستخدمهم بالقوس المعدني المغمور او اللحام اليدوي او الاوكسفيول، هذين كلهن. اوكي شنو مع استخدام المعدات المناسبه. هسه ذن بروسس فشيني ذني ما يصير الا بمعدات، تستخدم معدات مناسبه. هاي كاتب لك يوزنج سيت اب اكويبمنت. يتم استخدام، هسه النبي يجي يفصل هنا يقول يتم استخدام عمليه اللحام بالاكسجين او عمليه اللحام بالاكسجين قايل لك او الاوكسفيول او الغازات الكهرباء هاي الكترو غاز. هذا شنو هسه ذكر لك ذني الثلاث بروسس، ذني يقول لك لازم يصير بها اتفاق بين المانيفكتشر والبرتشيزر، يعني مو على كيفك تجي تستخدمها. اوكي هذني اعطاك اول شيء قاعده عامه، قال لك انت ذني كلهن تقدر تستخدمهن، بس ترى ذني الثلاثه من عندنا الاوكسفيول والالكتروسلاج هذني شنو قايل لك؟ هذني يجب ان تكون اكو موافقه اجريمنت بتوين مانيفكتشر اند بيرتشيزر. اوكي ورجع شنو قال لك؟ ولا يسمح باستخدام عمليه هاي الاوكسفيول، يقول لك هاي ما راح تستخدمها اذا كان مطلوب الامباكت تيست، رجع قيدها بعد اكثر. اذا كان من ضمن شلون المتطلبات انه تسوي امباكت تيست، فهاي الطريقه ما راح تستخدمها.
واضح اخوان؟ اكمل؟ كمل استاذ واضح. ان شاء الله. يقول يجب ان يتم لحام جميع الخزانات عن طريق اللحام اليدوي اللي هو شنو؟ اللحام اليدوي هذا الشيلدد ميتل ارك هولدنج. بعد والاوتوماتيك او السيم اوتوماتيك وفقا يا متطلبات اللي هي الازمه سكشن 9. اذا سمعت الازمه سكشن 9 هذا يخص ال WBS ويخص تاهيل اللحامين يعني WBS BQR واختبارات اللحامين. اوكي يا اخواني؟ اوكي. يقول واللحام يجب ان شو يحقق لك؟ يحقق لك انصهار كامل وتغلغل كامل. كل اللحامات المطلوبه بالخزانات لازم نحقق لك هذين، انصهار كامل وتغلغل كامل. اوكي لحد هنا واضحه؟ عندنا 9 دقائق، اذا احد عنده سؤال حتى نكمل. اوكي. المسافة 3 إنجات، 3 إنجات من هنا وثلاث إنجات من هنا، يعني هي هاي المفروض تكون درجة حرارتها ضمن الجدول، لا زايد ولا أنقص. الفقرة 7214 هنا أنا يحكي كلام عام إنه كل طبقة كل تمريرة لحام انت قبل لا تخلي التمريرة فوقها تكون تنظفها من الخبث والرسال والرواسب العفو قبل لا تخلي التمريرة الثانية. Next layer is applied قبل لا تخلي الطبقة اللي بعد فيها. فكلام يعني عام. هسه انا اسألكم سؤال تمرين على هذا. اذا عندنا معدن من نوع 283 وسمكه اللي هو من المجموعه الاولى، يعني حتى احلها لكم ما ترجعوا للفصل الرابع تعرفونه من اياه. هذا انا اسقطك اياه، اقول لك من المجموعه الاولى حديد كربون 283 يقع من المجموعه الاولى. سمكه مثلا 31 ملي، ايش قد المفروض تكون درجه حراره البري هيت مالته؟ يعني زيرو زيرو صفر. زين واذا كان ضمن المجموعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه يكون 10. يكون 10 بس هنا يقتنع استاذ رائد 10 لو صفر وين يقتنع؟ طيب كيفي؟ اذا انباع الجدول اقل درجه حراره ايش قد هي؟ صفر بالسيليزيه واقل درجه يعني اكو نبات يسال مثلا ايش قد اقل درجه حراره تقدر تسخن وايش قد اعلى درجه حراره؟ فاقل درجه حراره هي صفر واعلى درجه حراره هي 93 بالسيليزي. اما بالفهرنهايت فهي هاي 32 اقل شيء بالفهرنهايت و200 اعلى شيء بالفهرنهايت. نجي خلينا نكمل الفقرة، وصلنا لها 7215. 7215 يقول الحواف مال جميع اللحامات يعني حافة كل لحام يعني تدمجها يقول بسلاسة مع الصفيحة وبدون زاوية حادة. يعني هذا اللحام مالتنا ماكو هذول بعد الفحص عبود اراد اذا موجود شنو تكون انه من تجي يعني تصهر البليته وتسوي مفصل اللحام لازم شنو يصير عندك السطح؟ اول شيء يعني دمجه ويكون ناعم سموثلي املس ناعم يعني بدون زوايا حاده.
يعني احنا كل احنا شايفين مفصل اللحام يصير يعني الشكل مالته املس، ما بي زوايا حاد، سموثلي without sharp angle. اوكي نجي هنا الفقرة 7216 يقول يجب ان يكون اللحام خاليا نين من التموجات الخشنة والاخاديد. هذا اني انا دزيت لكم صورهم، يعني اللي طلعتكم الصورة هاي مال التليجرام مال حسابي، اللحامات احنا قلنا شو تكون؟ تكون سموثلي ما بيها لا اخاديد ولا مدري شنو. بعض اللحامات تصير خشنة، شوف بس هنا هاي العيوب اللي ذكرها هو، هسه مثل هذا العيب جاي تشوفونه. اي هذا مرفوض، هسه مثل هذا مرفوض. بعد هاي اللي ذاكرها هو مسميها التلال، ما ادري شو مسميها، هذا هم مرفوض. هاي العيوب هسه اللي مذكورة هنا كلها جاي اعرض لكم صورها. هاي الاخاديد اللي اقصد بها، باعوا لها شلون خشنة كانها اخدود. هاي كلها مرفوضة. بعد اذا اكو هسه واحد من الولد الفاحصين التلال، يعني اللي مذكورة بهاي هذا البرجراف. انا بس حتى تصير عندك صورة يعني انه هاي العيوب اللي هسه موجودة هاي كلها مرفوضة باللحم. اوكي يا ولد. اوكي سوا زين. هنا أنا يتكلم هسه علي من الفقرة 7217 يقول أثناء عملية اللحام يجب أن تبقى الصفائح يعني البليت على مقربة من جميع مفاصل اللحام المتداخلة باللاب جوينت. باللاب أنت مو راح تخلي واحدة على الثانية؟ يقول لك هنا المفاصل لازم شو تكون؟ تكون واحدة قريبة على الثانية. هسه هنا هاي البليت نفرض هو هنا جاي يتكلم على لاب، فلازم اكو تماس بين هاي البليت وهذا اللي يقصد هذا، تكون متقاربه يعني احنا نسميه تطبيق اثناء عمليه اللحام. يعني لازم هاي البليت الاولى تكون بتماس ويا البليت الثانيه. زين الفقره 7281 يقول يجب تقديم الطريقة المقترحة من قبل الشركة المصنعة لتثبيت الصفائح في مكان اللحام الميل. يعني شركة المانيفكتشر مثل سكوب تقدم الطريقة شلون راح يسوون يثبتون الصفائح وين؟ باللحام. شلون راح نثبتها أثناء نقول عمليات اللحام؟ حتى شلون الفاحص مالت البرتشيزر مالت الجهه المستفيده يوافق عليها يسوي لها برو، ولازم هاي الموافقه يقول لك تكون مكتوبه، لازم مكتوبه. يعني تقول له يابا انا مثلا راح استخدم صنب وسكوير واستخدم التكين وراح اخلي البعد مثلا بين التكين وبين الصنب بين مثلا بين سكوير وسكوير هاجت. شلون اللي هسه احنا اللي جاي نسمي هذا الاركشن بروسيجر، هنا انا تشرح له القضيه كامله وهو يصادق لك يلا تقدر تشتغل. يقول هاي المصادقه لازم تكون مكتوبه با اخوان انتبهوا لها، رايتنج باي برتشيزر، لازم البرتشيزر يصادق لك عليها. احنا يراد نكتب صراحه، هسه عبد الحسين كلفني قال لي اذا تقدر نكتب بروسيجر خاص للخزانات في السكوب، وان شاء الله انا يعني بس يصير عندي مجال هيك يقدم فد مسودة. طبعا مو بالضروره تكتب تبدا من الصفر، لا تقدر البروسيجرات حتى الدبليو بي اس يعني من يصير الكلام على مثلا مشروع تريد تبدي بي تريد تسوي الدبليو بي اس، من الطرق اللي تكتب بها الدبليو بي اس انه تعتمد على واحد
WBS مثلا ناجح قديم لمشروع سابق ناجح، فنقدر نعتمد على اي بروسيجر ونسوي ما يلائم الخزان اللي جاي نشتغل عليه، مو بالضروره تبدا من الصفر. فشني لازم نشوف امكانيه شركتك، يعني مثلا نفرض الشركات الاجنبيه تستخدم تولز جزء انت ما عندك ولا عندك امكانيه تجيبها، فالمفروض شو تسوي؟ تراعي هالشيء. المهم الفقرة 7219 يقول يجب إزالة اللحامات المستخدمة أثناء تجميع المفاصل العمودية لجدار الخزان ولا تبقى في المفاصل النهائية. طبعا هنا شنو الكلام عليمن على التكن، التك ولد، التك ولد اللي نستخدمه احنا بالتطبيق بالبراتيك هذا لازم ينزال. يقول يجب إزالة اللحامات المستخدمة أثناء تجميع المفاصل العمودية لجدار الخزان ولا تبقى في المفاصل النهائية. ما دام تريد تلحم الفيرتك وتطلع جوين النهائي فلازم أنت تشيله، يقول لك تشيل التكينات من المفصل العمودي. هاي وين؟ عندما يتم اللحام مانوال، يعني هذا تجيب لك لحام وتعطي واير لحام ويلحم. شوف هنا أنا قيدك انه التكن شيله اذا جاي تلحم مانوال، اوكي اخوان؟ وين؟ بالمفاصل العموديه. زين، عندما يتم لحام هذه المفاصل من خلال عمليه القوس المغمور، اذا جاي تشتغل شنو سب مارجن ارك ويلدنج، بعض ال يعني قبل سكوب تلحم الفيرتك هذا تلحمه اوتوماتيك. هنا أنا يقول لك هنا أنا مو واجب تشيل التكن. عندما يتم لحام هذا المفاصل من خلال عملية القوس المغمور يجب أن تنظف كل اللحام بالكامل من جميع الخبث، ولكن لا يلزم إزالته إذا كان سليما. يعني يقول لك أنت إذا منوال ولحام فيرتيك فش تسوي؟ التكن شيله. إذا سب مرجت اللي هاي المكاين اللي جاي نستخدمها احنا حاليا بس بالهورزونتال، اكو بعض المكاين نفسها بالضبط بس شنو بالفيرتيكال. يقول لك اذا التكن سليم ما بي شيء بس نظفه، خابي اسلاك او بي رواسب ثانيه نظفه والحم فوقها ما بي مشكله. واضح اخوان؟ زين استاذ، والهورزونتال يعني شنو؟ يبقى التكن؟ لا هو هسه حاليا استاذ علي نعم. اي شيء ما يذكر الاي بي اي معناه مسموح استاذ. اوكي. يعني بلا تشبيه مثل القران، يعني القران اذا ما محرم لك شيء فمعناه مباح. هاي قاعده بالاي بي اي، اي شيء غير مذكور ما يجي واحد يقول لك لا ما يصير. ما دام ما مذكور معناها متروك لخبرتك استاذ علي. متروك لخبرتك، امر مباح يعني. ويقول لك لا ولكن لا يلزم ازالته اذا كان سليم ويتم دمجه تماما في تمريره اللحام اللي راح تخليها فوقها. يقول سواء ازيلت هذه اللحامات او تركت في مكانها. وهذا الشكو لحام يصير على الخزان عايد لك هاي المعلومه، يقول يصير وفق الازمي سكشن 9 اللي قلنا هو خاص بيميل إعداد الـ WBS والـ BQR وتأهيل اللحامين. أوكي؟ أكو هنا أنا معلومة إنه كل اللحامات اللي بالخزان يسوولها إحنا نسميه Visual Examination أو Visual Examinate، يعني اللي أو Visual Testing اللي VT. كل اللحامات هاي معايير، يعني شقد شنو المرفوض وشنو المقبول تلقاه بالفقرة 8-5 معايير قبول ورفض الـ VT. أوكي؟ هاي شوفوا ايش علاقتها بالسكشن الثامن. هاي إن شاء الله كلها راح نجي هنا بحيل الله إذا الله خلانا عدلين وبقية الحياة. زين نروح للفقرة 7210 هاي اللي تكلمنا عليها من ساعة. قلنا انه اذا اكو صبغ تقدر تلحم عليه
وما يأثر على الخزان يكون مقبول، وما يأثر على اللحام يكون مقبول. شرط مل انه نسوي له اختبار. شوف ايش قايل لك، shall be included in welding procedure qualification test. يعني تسوي بروسيجر مال طريقة اللحام، وتسوي لك عينة وتروح تختبرها، وكون اذا نجحت العينة بالاختبار معناها تقدر تلحم فوق هذا الصبغ. اوكي بس شنو، طبعا هاي مو لاي صبغ ولا لاي شيء. وبالبروسيجر يقول لك تكتب العلامة التجارية مالت الصبغ، هاي كاتب لك براند انفورميشن. اوكي وبعد تحدد بيها ايش قد السمك انت هذا اللي موجود مالت الصبغ. جوز مثلا على سبيل، ليش هنا انا احدد لك السمك؟ حدد لك السمك يعني مثلا جزء بسمك، مثلا اذا كان الصبغ مثلا على ارتفاع 150 مايكرون ما يسبب عيوب مثلا باللحام، على سبيل المثال للتوضيح. جوز بس اذا صار 300 يسبب لك عيوب، فيقول لك انت من تعد البروسيجر مال اللحام فوق الصبغ لازم تذكر به العلامه التجاريه مالت الصبغ، يعني مثلا جوتين، هامبول، حديثه، غيره، تذكرها وتذكر ايش قد السمك مالت الصبغ. اوكي يا اخوان، اكو سؤال؟ اوكي استاذ. اوكي الو. اوكي وياك صح، وياك كلش واضح. سمعك سمعك صح. الفقرة 7.2.1.11 شو يقول هنا؟ يقول نستخدم وايرات اللحام هاي اللو هيدروجين. طبعا احنا شنو تسميتنا شائعة؟ هاي هيدروجين، وايرات هيدروجين، بس هي اسمها صحيح لو هيدروجين، تكون قليلة منخفضة او قليلة الهيدروجين. يقول يجب استخدام اقطاب منخفضة الهيدروجين لجميع اللحام القوس المعدن اليدوي. هذا لحامنا اليدوي، انه كل اللحامات بالطريقة المانيوال تستخدم بها لو هيدروجين. وين؟ باب ان انولار رينك، يعني بالانولار، وبعد وبحلقات الجدار الشيل كورسس، كورسات مالت الجدار المتضمنه شنو؟ قايل لك بما في ذلك يعني ربط حلقه الجدار وين؟ بالقاعده، يعني الشيل تو انولار ايضا تستخدم لو هيدروجين. قايل لك على النحو التالي. شنو النحو التالي؟ نجيبه. عندنا A وعندنا B. اولا ال A، اذا كان سمك الصفائح اكثر من 12 ملم، 12 ملم ونص، يعني نصف الانش. طبعا شنو تقول لي؟ يا هي سمك القاعده، سمك الانيلر، لو سمك هذا؟ يقول لك لا، ايهما اكبر؟ تباع منه الاكبر من 12 ونص، القاعده او الانيلر؟ هذا الكلام ينطبق عليها. بعد طاني سمك واعطاني جروبات، قال لي المعادل من الجروب الاول للجروب الثالث، يعني الجروب الاول او الثاني او الثالث سواء كان للانيلر او للجدار اللي سمكه اكثر من 12 ملم ايش يستخدم له؟ يستخدم له لو هيدروجين. واضح اخواني؟ بعد البي يقول لك كل الاسماك، هنا ما حدد سمك بس ايش حدد لك؟ حدد لك جروبات، الخامس، السادس، السابع، الثامن، هذا ما شرط به سمك. اوكي هذا ما شرط به سمك. هنا يقول لك تقدر شنو؟ تقدر ايضا تستخدم اللو هيدروجين. اوكي اخواني الاعزاء، سبعة اثنين واحد اثناش، سبعة اثنين واحد اثناش. هنا شنو يتكلم؟ يقول المرفقات الصغيرة غير هيكلية. احنا شنو عندنا؟ عندنا مرفقات تمتاز شوية بالكبر، مثل ايش؟ مثل الاستراحات، مثل المساند مالت الفوم او مالت التبريد او مالت الدرج، يعني قلنا هاي كلها شو يسمونها؟ يسمونها اتاتشمنت. بس اكو
اكو عندنا سمول سمول اتاتشمنت تصير صغيره وغير هيكليه، يعني ما داخله ضمن هيكل الخزان. مثل ايش؟ مثل الفلبسات مالت العزل، اكو بعض الخزانات يسوي لها عزل، صار علي مثل الخزان 2122 هذا بي كليبسات. نعم. انا دا صوره على الجروب. بعد بي دنابيس بي سدات تلحم بالجدار حتى شنو؟ حتى يستخدمونها كطريقه لتثبيت العازل على الجدار. انا راح اشوفكم صورها اللي مخليها على الجروب مالت التليجرام، يعني بس للتوضيح، ولا هن انواع واشكال. هسه شوف هسه هذا هو الجدار، هذا تشوفونه، هذا الجدار، هذا الجدار وهذا عازل. شوف هاي الملحقات الصغيرة اللي هي small attachment. هسه هذا مثل هذا يسمونه دمبوس، يستخدمونه أيضا لأغراض العزل. هذا نموذج ثاني، أوكي، هذا يسمونه الستد، ستد آرك. إذا تكتب على اليوتيوب ستد آرك، هذا بالضبط هاي يعني tools بنفس الوقت تلحم لك الستيت. شلون هسه هذا الملحوم هنا على البليتين، وتقدر تستخدمه. شوف هذا شكله باوله، هاي يعني اللحم بطريقه التفريغ، تفريغ كهربائي. تشوفون يا ولد، شوف هذا دمبوس. يعني انا هيك نزلت الصور بس للتوضيح. شوف هاي الكليبس، هذا الرنج مال عزل. شوف وصل علي على اعتبار انت شايف اشتغل بال 2112 الولد صار. نعم صار شايف. هاي شنو يسمونها؟ ملحقات صغيره يعني، اوكي. هيك بس للتوضيح. هاي شبيها يقول المرفقات الصغيرة غير هيكلية مثل مقاطع العزل، هسه أنا شفناها، والستات والدنابيس. يقول بس شنو هالنذني؟ يعني مو الحلقات يقول لك مال الأسنان. هنا أيضا قد يتم لحام هاي بيمل، يعني هذني كلهن بيمل يلحمونهن. قايل لك مطيك عدة طرق اللي هي شنو؟ الأركستات اللي شفناه قبل شوي، الاستد اللي للحم، الكابستر ديسشارج. هسه اذا تكتب على اليوتيوب كابستر ديسشارج يعني عمليه اللحام بطريقه التفريغ المكثف، يمكن يسمونه الشيلدد متل اركولدج اللي هاي اللحام يعني المانوال مالتنا. هذا كله تقدر شنو تستخدم بيها اللحام. المرفقات هاي يسميها السمول اتاتشمنت، يعني اما بالارك استيد، اما بالكابستر ديتشارج، اما بالشيلدد مثل ارك هولدنج، تقدر تثبت هذن المقاطع الصغيره اللي سميناها سمول اتاتشمنت بمن؟ بالجدار. اوكي، قايل لك شنو؟ وتقدر شنو تتضمن حتى اللي بليته التقويه. بليت، شوف بليتة التقوية، الولد اللي شايفين المعامل الحرارية اكو يثبتون عليها اتشفت قطع صغار يعني قبل حتى يسوونها معامل حرارية. ايضا هاي يقول لك تقدر تستخدم هاي، اما الاركستد، اما الكابستر ديتشارج، واما الشيلدد مثل اركولد. بعد سقف الخزان ايضا تقدر تستخدم هاي البروسس الثلاثة اللي ذاكرن. هو الكلام هنا شنو؟ على اللحام، على اللحام. ان شاء الله هاي اخر بروجراف ناخذه، نوقف لحد البوتوم. اعتقد طولت عليكم. وين وصلنا؟ 7/2/1/12/1 يقول يمكن لحام الاتاتشمنت هذه الملحقات قبل
أو بعد الاختبار الهيدروستاتيكي بالشروط التالية. هاي الملحقات اللي حكي عليها this attachment اللي مسميها هو، يقول نقدر نلحمها قبل أو بعد الاختبار الهيدروستاتيكي بشني مشروطة. شنو الشروط؟ ذاكر لك شرطين الأي والبي. الشرط الأول يقول لك استخدام عملية هاي شلدد متل ارك ولدنج بروسيجر، يعني تستخدم طريقة اللحام هاي اللي يسمونها لحام القوس المعدني المغمور أو المحمي. بس شنو؟ يكون تطبق الأزمة سكشن 9، طبق الأزمة سكشن 9 عليها. يعني ما تجي تشتغل بكيفك تعدلك بروسيجر كيفك، لا الأزمة سكشن 9. وقلنا اليوم أكثر من مرة قلنا الأزمة سكشن 9 شنو هو؟ العفو قايل لك تطبق متطلبات الفصل التاسع اللي راح ناخذه. العفو ما انتبهت. الفصل التاسع اللي بالاي بي اي 605. زين. بعد طبعا هو شنو؟ هو هسه اذا تشوفون من ضمن المراجع اللي مكتوبه بالاي بي اي 650 هو لازم سكشن 9. فكل عمليه اعداد بروسيجر او تاهيل لحامين فيكون ضمن على الأزمة سكشن 9 سواء ذكرها أو ما ذكرها. هاي قاعدة. أوكي. الشرط الثاني اللي هو بي هنا أنا يحكي عليه على الانرجي أوتبوت، يقول لك لازم شنو تكون بحدود 125 واط. أوكي أو أقل، يعني مو أعلى من 125 واط. يعني هاي بس شيء معلومة تصير ببالكم. ويجب إعداد يقول لك طريقة لحام لجميع عمليات لحام التفريغ المكثف. يعني أنت إذا تريد تشتغل بهاي البروسيس الكابستر ديسشارج لازم شو تسوي بيها؟ تسوي بيها بروسيجر، وهذا البروسيجر يتم الموافقة عليه من قبل البرتشيزر. يلا تشتغل. أوكي واضحة؟ واضح. أنا أشوفكم تعبتوا. نوقف لحد اللي هنا.